ثانية خامس راح نتناول قاعدة بتتعلق في الكتابة، اللي هي طريقة الكتابة، اللي هي قاعدة عملائية، اللي هي الحالات الاستثنائية للهمزة المتوسطة. احنا اخذنا سابقا انه الهمزة المتوسطة هي الهمزة التي تقع في وسط ايش؟ في وسط الكلمة. اذا الهمزة المتوسطة هي عبارة عن همزة تقع في وسط الكلمة، لكن اعتمدنا في كتابة الهمزة المتوسطة على ايش؟ على اقوى الحركات. شو كانت أقوى الحركات؟ اللي هي كسرة، ضمة، فتحة. الآن حكينا إنه السكون هو أضعف إيش؟ أضعف الحركات، يعني ما في حرف مناسب له للسكون. حكينا إنه الكسرة بتناسبها إيش؟ النبرة، والضمة تناسبها الواو، والفتحة بتناسبها الألف. طيب، يعني حكينا إحنا نكتب الهمزة المتوسطة بناء أول إشي على معرفة أقوى الحركات، بعدين عن طريق النظر إلى حركة الهمزة المتوسطة والحرف الذي قبلها، ثم نكتب الهمزة المتوسطة على الحرف المناسب للحركة الأقوى، زي مثلا لما حكينا عن سأل، وفؤاد، وبئر. الآن بنلاحظ إنه هاي الكلمات اللي أنا كتبتها خامس جميعها بتحتوي على همزة متوسطة. كيف يعني همزة متوسطة؟ يعني همزة جاءت في وسط الكلمة. الآن أنا كتبت الهمزة المتوسطة هنا على ألف لأنه نظرنا لحركة الهمزة المتوسطة مفتوحة، ما قبلها مفتوح، الفتحة بناسبها إيش؟ الألف. إذا الهمزة المتوسطة كتبت هنا على إيش؟ على ألف. الآن هنا كتبت الهمزة المتوسطة على واو لأنه الهمزة المتوسطة جاءت مفتوحة، ما قبلها مضموم. الآن الضمة أقوى من الفتحة والضمة تناسبها إيش؟ الواو، لهذا كتبت الهمزة المتوسطة على واو. وهنا في كلمة بئر كتبت الهمزة المتوسطة على نبرة، ليش؟ لأن الهمزة المتوسطة ساكنة، ما قبلها مكسور، الكسرة أقوى من السكون، والكسرة بتناسبها النبرة. طيب هون اشتغلنا على إيش؟ على أقوى الحركات. شو الفرق بين هاي الكلمات وهاي الكلمات اللي أنا هسه راح أكتبها؟ براءة، موبوءة، وأيضا راح أكتب مليئة. مليئة. طيب شو الفرق الآن يا خامس بين هاي الكلمات اللي أنا كتبتها والكلمات اللي فوق؟ بنلاحظ إنه هون الهمزة أيضا جاءت أيضا في وسط إيش؟ في وسط الكلمة. إذا الهمزة أيضا في هاي الكلمات كانت همزة إيش؟ همزة متوسطة. طب شو الفرق؟ الآن هون في الهمزة المتوسطة أنا اشتغلت على قاعدة أقوى الحركات والنظر إلى حركة الهمزة والحرف اللي قبل الهمزة. الآن هنا راح يختلف الوضع. إذا أنا شفت الهمزة المتوسطة مفتوحة، أول إشي شو راح يكون يا خامس؟ الهمزة المتوسطة مفتوحة. إذا شفت أنا الهمزة المتوسطة مفتوحة زي براءة، موبوءة، مليئة، بنلاحظ إنه هون الهمزة المتوسطة أول شي جاءت إيش؟ جاءت مفتوحة. إذا الهمزة المتوسطة مفتوحة. طيب
يعني بس تكون مفتوحة، لا، إذا صبغت ب ألف أو واو اللي هي حرف مد، براءة موبوءة، وسبقت بحرف المد اللي هو الألف أو حرف المد اللي هو الواو. الآن إذا توفر الشرطين، الهمزة المتوسطة مفتوحة سبقت بحرف المد الألف براءة، أو حرف المد أو اللي هي موبوءة، في هاي الحالة راح تكتب الهمزة المتطرفة وين؟ على السطر، راح تكتب وين الهمزة المتطرفة؟ على السطر، يعني بدون ما أنظر إلى أقوى الحركات وقارن الحركتين على طول. شفت الهمزة المتوسطة مفتوحة، ما قبلها حرف المد آ أو أو، على طول بكتب الهمزة المتوسطة وين؟ راح أكتبها على السطر. هاي بسميها إيش؟ حالات استثنائية. شو يعني حالات استثنائية؟ يعني حالات شاذة. إذن هاي الحالات استثنائية. الحالات الاستثنائية يعني تكون الهمزة مفتوحة مسبوقة ب آ أو أو، في هاي الحالة راح تكتب الهمزة المتوسطة وين؟ راح تكتب الهمزة المتوسطة على السطر. طيب الآن بالنسبة لمليئة، أيضا بنلاحظ أنه الهمزة المتوسطة مفتوحة بس سبقت بياء ساكنة. إذا كانت مفتوحة وسبقت بياء ساكنة، في هاي الحالة راح تكتب على نبرة. إذا في عندي حالات استثنائية اللي هي أول شرط إنه تيجي الهمزة المتوسطة مفتوحة إذا سبقت بحرف المد آ أو أو، فإنها راح تكتب على السطر. أما إذا جاءت مفتوحة وسبقت ب ياء ساكنة فإنها راح تكتب على نبرة. إذن هاي بسميها حالات استثنائية في كتابة الهمزة المتوسطة. شفت همزة مفتوحة مسبوقة بآ أو أو، على طول راح أعتبرها من الحالات الاستثنائية، ما راح أتعامل مع قاعدة أقوى الحركات، وراح أكتب الهمزة المتوسطة إيش؟ على السطر. أما إذا سبقت بياء ساكنة فراح تكتب الهمزة المتوسطة على إيش؟ على نبرة. مفتوحة ولم تسبق بآ أو 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 ياء ساكنة، فرح تعامل على قاعدة أقوى الحركات. الشرط أنها تكون مفتوحة وتسبق ب إما آ أو 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 ياء ساكنة. إذا سبقت بحروف المد، حرفي المد آ أو أو، تكتب على السطر، وإذا سبقت بياء ساكنة فرح تكتب إيش؟ على نبرة. إذا هاي الحالات الاستثنائية في كتابة الهمزة المتوسطة. إذا القاعدة، قاعدة الحالات الاستثنائية، إذا جاءت الهمزة المتوسطة مفتوحة وسبقت بحرفي المد آ أو أو، فإنها تكتب على السطر. وإذا جاءت مفتوحة وسبقت بياء ساكنة فإنها تكتب على نبرة. هاي الحالات الاستثنائية في كتابة الهمزة المتوسطة. الآن راح نشوف أمثلة الكتاب. افتح لي الكتاب صفحة 91.
القراءة تغذي العقل. الآن طبعا الهمزة هنا هي همزة متوسطة جاءت في وسط الكلمة. الآن القراءة بنلاحظ أن الهمزة جاءت مفتوحة وسبقت بإيش؟ بحرف المد آ. إذن هاي إيش؟ حالات استثنائية، لهذا كتبت الهمزة المتوسطة على السطر ولم تعامل على قاعدة أقوى إيش؟ أقوى الحركات. حافظوا على المروءة صفة حسنة. بنلاحظ أنه هون الهمزة المتوسطة أيضا جاءت مفتوحة وسبقت بحرف المد اللي هو إيش؟ أو، لهذا كتبت إيش؟ على السطر. بينما في حافظوا على البيئة بنلاحظ أنه الهمزة المتوسطة جاءت مفتوحة. ليش كتبت على نبرة؟ لأنها سبقت بياء ساكنة، لهذا كتبت على نبرة. إذا مواضع الحالات الاستثنائية إما على السطر أو على نبرة، مفتوحة وسبقت بياء أو على السطر، أما إذا سبقت بياء ساكنة فإذا راح تكتب على إيش؟ على نبرة. الآن في عندي تدريب، لما كتبت الهمزة المتوسطة على الصورة التي جاءت عليها في الكلمات الآتية؟ راح نكتب السبب. هيئة، الآن هيئة بنلاحظ أن الهمزة المتوسطة جاءت مفتوحة مسبوقة بياء ساكنة، إذن هاي نعتبرها من الحالات الاستثنائية. حكينا إذا جاءت الهمزة المتوسطة مفتوحة وسبقت بياء ساكنة تكتب على إيش؟ على نبرة. إذن في كلمة هيئة راح أحكي كتبت الهمزة المتوسطة على نبرة لأن الهمزة جاءت مفتوحة وسبقت بياء ساكنة، لأن الهمزة جاءت إيش؟ مفتوحة وسبقت إيش؟ بياء ساكنة، لهذا كتبت على إيش؟ على نبرة. هاي رح أسميها حالات استثنائية. عباءة، أيضا بنلاحظ أنه توفر عندي الشرطين، أول إشي الهمزة المتوسطة مفتوحة، ثانيا سبقت بحرف المد اللي هو إيش؟ آ. إذن في عباءة بنلاحظ أنه كتبت على السطر، الهمزة المتوسطة كتبت على السطر، شو السبب؟ لأنه الهمزة المتوسطة جاءت مفتوحة وسبقت بحرف المد اللي هو إيش؟ اللي هو آ. سبقت بحرف المد اللي هو آ. مشيئة، بنلاحظ أيضا أنه الهمزة المتوسطة جاءت مفتوحة وسبقت بياء إيش؟ بياء ساكنة، لهذا كتبت على نبرة. إذن السبب نحكي كتبت الهمزة المتوسطة على نبرة لأن الهمزة المتوسطة جاءت مفتوحة وسبقت بياء ساكنة، لهذا كتبت على إيش؟ على نبرة. لهذا السبب كتبت على نبرة. الآن نبوءة، معك واجب، احكي لي أين كتبت الهمزة المتوسطة وشو السبب؟ أين كتبت ولماذا؟ طبعا هون عندنا في تعبير، استخدم الأفكار الآتية في كتابة موضوع عن العناية بالأسنان. راح تكتب لي موضوع تعبير عن العناية بالأسنان. في عندي أفكار ممكن تستخدمها، إن تنظيف الأسنان بعد الطعام أهم خطوة للمحافظة عليها، أحافظ على أسناني بالابتعاد عن السكاكر المؤذية لها، زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري تجعلني أحافظ على أسناني، إن أردت أسنانا قوية أتناول الطعام الغني بالكالسيوم كالحليب، استخدام الأسنان في تكسير المأكولات الصلبة كالبندق واللوز يؤذيها. طبعا مختارات بس راح تكون قراءة، اللي هي الصديقان من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، ولا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى، فقد قيل لنا عنكم كما قيل لكم عنا، كفى ما كان من هجر وقد ذقتم وقد ذقنا، وما أحسن أن نرجع للود كما كنا. طبعا مختارات بس قراءة وما راح تكون داخلة معكم. الحصة القادمة إن شاء الله راح نتناول درس القراءة اللي هو بعنوان أنقذوا الأرض. يعطيكم العافية.